الشروق أشارت إلى توجه الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى العاصمة الفرنسية باريس، وده على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. من المقرر أن يجري القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات في هذه الزيارة مع كبار المسؤولين العسكريين في فرنسا، وده لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك.